فإذا تقرر هذا فيأتي السؤال، ما هو الأفضل منها؟ ما هو الأفضل منها؟ لا شك أن الذكر أفضل من الأنثى من كل نوع، سواء قلنا الإبل ولا البقر ولا الضأن ولا الماعز، ذكرانها أفضل من إناثها، ذكرانها أفضل من إناثها. يصح التضحية بالجميع، لكن نتكلم عن الأفضل. الأفضل أن يذبح الإنسان الذكر، هذا هو الأفضل من كل نوع من الأنواع التي ذكرت، التي هي من بهيمة الأنعام. وفي ذات الذكر الفحل أفضل من الخصي، الخصي الذي نزعت خصيتاه، ما نزعت خصيتاه فإنه يجوز التضحية به، وهذا لا يعد عيبا، هذا لا يعد عيبا. لكن من جهة الأفضلية فإن الفحل خير من الخصي الذي نزعت خصيتاه. طبعا هذا الفعل الإخصاء عند جماهير أهل العلم جائز إذا كان لمصلحة، هذا الإخصاء جائز إذا كان لمصلحة، ومن المصالح طلب سمنتها أو طيب لحمها، فيلجؤون إلى قطع خصيتي الكبش وغير ذلك، فتقطع لأجل هذه المصلحة. ولكن قطعها ينبغي أن يراعى فيه عدم إذاية هذه البهيمة، فتتخذ الوسائل التي لا يتألم بها، الآن وسائل حديثة من وسائل التخدير ولا غيرها، فإنها تستعمل إذا احتاج هذا القائم على هذه البهيمة وأراد طيب لحمها أو أراد سمنها، فإنه يقطع خصيتي هذا الفحل، لكن إذا قطعها فإنه يتخذ الأسباب التي يقلل بها الألم، يقلل بها الألم. وقلت جمهور أهل العلم يرون بجواز ذلك لهذه المصلحة. فجهة المقارنة بين هذا الخصي وبين الفحل، فالفحل أفضل من الخصي. وأما بالنسبة لهذه الأصناف، عندنا إبل، عندنا بقر، وعندنا الغنم، الغنم فيه الضأن هذه ذوات الصوف، والماعز التي هي ذوات الشعر، أيها أفضل؟ يسأل الإنسان يقول أنا أختار الفحل وأختار الذكر. طيب، لأن قلنا الذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي، فهو اختار الفحل من الذكور، لكن قال أنا أختار الفحل من الذكور، من الإبل ولا من البقر ولا من الضأن ولا من الماعز، أيها أفضل؟ لما نقول أيها أفضل يعني أيها أعظم أجرا، أيها أعظم أجرا، هل إذا ضحى بالإبل هذا أفضل من تضحيته بالضأن، أم تضحيته بالبقر أفضل من تضحيته بالضأن، وهكذا. جمهور العلماء، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم، قالوا بأن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز. وعمدتهم في الاستدلال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضيلة التبكير والرواحل الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فقالوا انظر، النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وذكر أن أفضلها الإبل البدنة ثم البقر ثم الكبش الذي هو الضأن. كيف ذلك؟ لأن الذهاب في الساعة الأولى يكون أعظم أجرا، كأنما قرب بدنة. قالوا وهذه البدنة هي أغلى ثمنا من البقر، والبقر أغلى ثمنا من الضأن، فقالوا إن علة هذا التفضيل هو غلاء الثمن، فما كان أغلى ثمنا فهو الأفضل. قالوا والإبل هي الأغلى، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز، فلذلك يكون هكذا الترتيب. لما أقول إخوة الإبل والبقر فهموا، يعني يذبحها وحده، ليس الاشتراك، وهذا الاشتراك سأتكلم عنه إن شاء الله، يعني يذبح الإنسان واحد إبلا بعيرا وحده ولا ناقة وحده فقط، يذبح ثورا ولا بقرة وحده، وحدة عن واحد يذبحها، ثم يذبح الضأن أو يذبح الماعز، أيه أفضل؟ قلت جماهير أهل العلم قالوا الإبل أفضل، وهم نظروا إلى أغلاها ثمنا، خاصة أنه جاء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فقال أفضل الرقاب أغلاها ثمنا، فلذلك هم نظروا إلى هذا وقالوا علة ذلك غلاء الثمن، وهي علة منصوصة في هذا الحديث، حديث أبي ذر
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا قالوا نقول الأفضل أن يذبح الإنسان الإبل وحده ثم البقر وحده ثم الضأن وحده ثم الماعز، ثم يأتي سبع الإبل وسبع البقر في الاشتراك الذي سأبينه إن شاء الله.